وانا قاعد كده ومندمج مع مباراه ريال مدريد وليفربول وعمال اقول شابو زيزو، حلو الفكر الدفاع البحت ده، برافو زيزو. ببص على نتيجه السيتي وبروسيا 1-0 لبروسيا، ازاي بس يعني هنطلع زي كل سنه كده علشان خاطر مش فاضيين احنا الماتش بتاع بروسيا، احنا بنفكر في مباراه باريس وبلا بلا بلا. قلت بس نسيب زيدان ونسيب ليفربول ونروح ناخد بصه على اللي بيحصل في مباراه مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند. كالعاده لقيت ان لعيبه دورتموند بعد الهدف رجعوا دفعوا، والسيتي كالعاده ماسكين كوره وشويه برود بقى، وكل الفرقه عمالين نباصي من رجل لرجل، والحياه حلوه وخلق الفرص زيرو، والحياه بتقول ان احنا واضح كده ان احنا قدام مباراه ليدز يونايتد، الاطراف مقفوله وبنلعب عرضيات ومجبرين نلعب عرضيات، وزيرتشينكو بيبص جوه مفيش حد بيلعب فرد اللي هو زيرتشينكو، احنا بنلعب اساسا مهاجم وهمي، احنا بنلعب بكيفن دي بروين مهاجم وهمي، مفترض ان برناردو سيلفا ورياض محرز تحتيه. حاسس بيها، حاسس بنفس الخازوق بتاع مباراه ليون، بس الحمد لله يا رب العالمين. دخلنا على الشوط الثاني، بصراحه ما كانش عندي امل ولا دافع، علشان ما اضحكش عليك انا قلت ان خلاص السيتي بنسبه كبيره جدا ما بنرجعش، احنا ما لناش احنا في حوار ان احنا نبقى خسرانين 1-0 ونرجع في النتيجه، بس الحمد لله رب العالمين. كره في التدافع كروس بيكرر اسطوره امري تشان ان هو يطلعها بدماغه وبايديه، تتحس ضربه جزاء. قلت الله اكبر الحمد لله ضربه جزاء، بس في معضله، مين اللي هيخش يشوط عندنا؟ كيفن دي بروين بيضيع جندوجان بيجيب في المنتخب، بس مين بقى اللي هيدخل يشوط؟ لا هنقعد بقى نستنى دقيقتين لحد ما نشوف الكره ضربه جزاء ولا لا. وبعدين الحمد لله رياض محرز حط ايده على الكوره، قلت يا رب يا رب تكمل على خير ويكملها وتتحسب، علشان خاطر رياض راجل بيعرف يجيب ضربات جزاء، ويلا يا رياض بيخش رياض يجيب هدف التعادل. الله الحمد لله رب العالمين، رجعنا بقى في النتيجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، التاهل بدا يقرب مننا، التاهل بدا يقرب مننا لحد ما ولدنا في فودن الانجليزي التمام، الانجليزي التمام التمام قوي، ولا تقول لي رحيم ستيرلينج ولا دونالد داك ولا اي حد من كل الشله العره دي بيقدر يخلص المباراه 2-1 والحمد لله رب العالمين. تشجيع باريس سان جيرمان ما راحش حاضر في الماتشين اللي فاتوا، الحمد لله علشان خاطر نضرب ميعاد مع باريس سان جيرمان في دول اربعه، دول اربعه لاول مره بيب جوارديولا يوصل مع مانشستر سيتي لدول اربعه، علشان خاطر يعادل الانجاز التاريخي اللي كان عامله ما اللي كان عامله مانشيني وهو ماسك مانشستر سيتي لما وصل مقابله ريال مدريد، وساعتها ما شطش ولا شوطه على مرمى ريال مدريد الا شوطه في الدقيقه 90 في المباراه الثانيه عن طريق اجويرو، والحمد لله رب العالمين بيب جوارديولا بيقدر ان هو يوصل لدول اربعه. لو انا غلطت في المدرب فمشي حالي يا صديقي، مشي حالي يعني، خلينا كده حلاوه كده. الحمد لله رياض جاب الهدف، والحمد لله رياض كان مؤثر النهارده كالعاده. الراجل ضيع هدف الشوط الاول، الراجل ضيع على الهدف الثالث، بس الراجل ضيع ويعمل اللي هو عايزه، مش الراجل جاب ضربه الجزاء خلاص بقى يعمل اللي هو عايزه. يا جماعه احنا هنطلب منه اكتر من كده ايه؟ الحمد لله المباراه عدت على خير. لو اتكلمنا على مباراه ريال مدريد وليفربول فلازم نحط عن ورا اي سي نتكلم عليه، وهو زيدان الواقعي. زيدان اللي دايما كل مباراه كبيره بيقرر ان هو يلعبها بواقعيه اقرب بطريقه دفاعيه، بتلاقي ان ريال مدريد نوعا ما متماسك، بتلاقي ان خط دفاع ريال مدريد اللي كان فيه مشاكل بتلاقي ان هو متماسك وصلب جدا، علشان خاطر خط نص ريال مدريد بيبقى عنده ادوار ثابته ومحدده. توني كروز ما بيعملش اجابات هجوميه كتير، لوكا مودريتش نوعا ما بيكون متحرر هجوميا مع كريم بنزيما، علشان خاطر لوكا مودريتش هو الوحيد اللي واخد ادوار هجوميه، لان تحتيه كازيميرو ما بيعملش ادوار هجوميه كتير، وجود فالفيردي النهارده على الطرف مكان فاسكيز ساعد كتير جدا الفرقه اللي هي تتقبل ان احنا مش هنطلع نهاجم من ناحيه اليمين، وناحيه الشمال ميندي وفينيسيو جونيور نوعا ما هيقفوا ويستنوا محمد صلاح ويستنوا كمان التقدمات اللي هتيجي من ناحيه ترند. انا كده كده بنخلص المباراه الاولى 3-1، المباراه الثانيه الضغط كله على ليفربول في حته ان احنا نعمل هجمات ونقرر ان احنا نبدا المباراه بجيم مفتوح ونقرر ان احنا عايزين نهاجم ليفربول عشان خاطر نجيب الهدف الاول ونعرب الدنيا. ده ما كانش في افكار زيدان، زيدان اتفرج على الكلاسيكو كويس جدا، شاف ان لعيبته ما بتعرفش تجيب اجوان، فحتى ان احنا نلعب جيم مفتوح دي هتكون معرضه الفريق لمشاكل كتيره جدا، وخصوصا ان هو بيلعب من غير باك يمين. فحته ان هو بيلعب من غير باك يمين دي خلت اسانسيو وفالفيردي مهمتهم الاساسيه ان هم يوقفوا ساديو ماني ويوقفوا كمان اندرو روبرتسون، والناحيه الثانيه كانت مجبره فينيسيوس جونيور ان هو وقف محمد صلاح ووقف تقدمات اللي جايه من ترند. فكنت دايما بتلاقي ان لعيبه ريال مدريد عندهم اولويه دفاعيه مع مستوى فيرمينيو، وتوهان فيرمينيو كان في مشكله كبيره جدا. اما جيمس ميلنر فميلنر الراجل محطوط علشان خاطر يغطي التقدمات اللي بيعملها صلاح والتقدمات كمان اللي بيعملها ترند. اما جيمي فينالدوم ففينالدوم بيتوح له واجبات ان هو يعمل تقدمات هجوميه، علشان خاطر تبص تلاقي ان اللعيبه الثابته في خط دفاع ليفربول هم اوزان كباكو ونسام فيليبس وقدامهم فابينيو وجيمس ميلنر اللي بيعمل واجبات هجوميه طفيفه. المباراه كانت مقفوله، ايه اللي كان ممكن يفتح المباراه؟ هدف بدري، وده محمد صلاح نوعا ما ما كانش موفق في الهجمه اللي جات له في اول دقيقتين. اول دقيقتين الكره جت صلاح لصلاح ولعبها وتصدى لها
تيبو كورتوا كانت ممكن تغير الجيم ده، ما كانتش تغير الجيم، ده كانت تفتح الجيم على البحر لليفربول ان هو يجيب الثاني والثالث. بس دايما اول ما الهدف الاول كان بيتاخر لعيبه ليفربول كنت بتلاقي ان هي عليها ضغط كبير جدا، مطالب ان انت تسجل، مطالب ان انت تفك الشبكه الدفاعيه اللي زدان عاملها قدام مرماه، تقعد دايما تدور ان انت قدامك تلعب عرضيات تيبو كورتوا طويل، قدامك تعمل تصويبات، ما عندكش حد في نص الملعب بيصوب، لا عندك فينالدوم بيصوب ولا عندك جيمس ميلنر بيصوب، وعندك فابينيو متاخر ما بيعملش اجابات هجوميه، فانت كنت ملاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا. فينيسيوس جونيور كان بيحاول ان هو يطير من ورا ترينت، بس جونيور يعني خلاص رجع للمود الطبيعي. المباراه الهدفين اللي جابهم في اول ماتش دول كانوا حاجه ثانويه مش بيعملها كل مره، فكنت بتلاقي ان دفاع ليفربول نوعا ما مرتاح بزياده النهارده، وفي مشكله ان دفاع ريال مدريد هو اللي شايل المباراه. كنت بتلاقي ان ميليتاو وكمان كنت ميليتاو وناتشو تقريبا كده حبت ان هي ترجع لتيبو كورتوا، ميليتاو وناتشو شالوا جدا المباراه وقرروا ان هم هيكونوا ثابتين النهارده وهنلعب بروح وعزيمه، وان ريال مدريد اول ما بيسمع نشيد الابطال الدنيا بتتغير وكل حاجه، بتلاقي ان الفريق جوه الملعب اتغير. بس النهارده كان مطلوب منك حاجه واحده، جيم دفاع، مش عايزين نجيب اهداف، احنا كده كده هنعمل هجمات مرتده خفيف خفيف ومش هنعملها كل وقت، يعني مثلا هنعملها او ربع ساعه في الشوط الاول علشان خاطر نخض ليفربول، هم اللي خدونا وهم اللي راحوا ضيعوا، هنعملها خلاص الشوط الثاني اول ما ليفربول يفتح الجيم. ليفربول فتح الجيم، فريال مدريد قرر ان هو والله توني كروس تعب ولوكا مودريتش تعبوا، فخلاص احنا مضطرين ان احنا نعمل التغييرات. طب غير يا عم زيزو، زيدان قال لك انا عندي دلوقتي ينزل اوردوزولا مكان فالفيردي وعدلها، يطلع توني كروز وحط فالفيردي مكانه ونزل اورديزولا، وكمان هنزل معاه رودريجو مكان فينيسيوس ونعدلها شويه علشان خاطر فينيسيوس تعب، ولقينا ان توني كروز تعب في حته ان هم مش هيقدروا يدافعوا، فلا احنا محتاجين حد ينزل يدافع يا باشا، مش عايزين نعمل جيم هجومي، جيم هجومي ده خلاص احنا عملناه المباراه الاولى وكسبنا، النهارده جايين نعمل جيم دفاع علشان خاطر لو لبسنا هدف هنلبس الثاني، فطول ما احنا 0-0 احنا مطمنين وبامان ومستقنيين. الناحيه الثانيه يورجن كلوب، صلاح مش موفق، ماني تايه، فيرمينيو كالعاده تايه، نص ملعبك عنده مشكله ان هو مين اللي هيصوب، ما حدش بيعرف يصوب في التكتلات اللي موجوده، فكنت مضطر دايما انك تلعب في العمق، وانك تلعب في العمق ده معناه انك هتستنى صلاح او فيرمينيو يظهروا في لقطات، بس صلاح وفيرمينيو، صلاح عمال يضيع وفيرمينيو تايه، فانت هترجع ازاي في النتيجه؟ فلقينا ان ليفربول عنده مشكله في الرجوع، حتى الكره الاخيره اللي مفترض ان صلاح كان يجيب بيها الهدف الاول اللي هو خلاص انا حاولت وسجلت هدف اهو يا جماعه، تبقى كورتوا بيطلعها منه علشان خاطر المباراه تخلص على 0-0، وزي ما قلت لك لو ليفربول قاعد يلعب يومين ما كانش هيسجل. انا قلت الكلام ده في فيديو، انا اعتبر ان انا قلتها لك، ان احنا ليفربول لو قاعد يلعب للصبح ما كانش هيسجل بسبب ان زيدان كان عنده قرار واحد بس وثابت، احنا نلعب مباراه دفاعيه. ايه بقى الحلول اللي عملها يورجن كلوب جوه الملعب؟ هي مش حلول ساعتك، هي حاجات تقليديه بالنسبه ليورجن كلوب، ان هو مثلا بيطلع اوزان كباك وينزل مكانه فابينيو، وينزل لعيب نص ملعب، وفابينيو كمان بيروح يعمل تقدمات هجوميه علشان خاطر يسيب ناسان فيليبس لوحده. دي حاجه كويسه بالنسبه لمدير فني ما عندوش خيارات كتيره وخيارات متعدده. تغيرت ماني وتغيرت فيرمينيو، قلت ان خلاص يورجن كلوب باع المباراه، خلاص كلوب عارف ان هي خلصت. شاكيري وتشامبرلين شاكيري وتشامبو نزلوا مكانهم، فقلت ان خلاص واضح ان الراجل باع الجيم وسلم المباراه على الفراز الزيدان علشان خاطر زيدان خلاص اجبر ان هو يتقبل فكره ان احنا متعادلين وعملنا اللي علينا وما كانش فيه توفيق. ويورجن كلوب بقى يتكلم على سوء توفيق محمد صلاح في المباراه، وزيدان هيطلع يتكلم على حاجه واحده بس، اللي عملت حسابه خدته من المباراه، انا كنت عايز اروح ما يخش فيه اهداف، وده اللي عملته وده اللي احنا طلعنا بيه وصعدنا نص النهائي. وريال مدريد لما بيوصل نص نهائي بياخد البطوله. عزيزي مشجع الريال تفائل يا صديقي، بس وانت بتتفائل كده ما تنساش تعمل لايك لاخوك، وعزيزي مشجع ليفربول ما تخبطش في صلاح، ده ابن بلدنا برده، عيب عليك، يعني افتكر دايما ان مومو ده الغالي وبعدين ده هداف الدوري بالنسبه لك، فعيب انك تخبط بصلاح، يعني الراجل شايل الموسم مباراه كان نوعا ما مش موفق فيها، او نعم مباراه من اهم مباريات في الموسم، بس هتعمل ايه للراجل ما كانش موفق النهارده. وما تنساش تعمل لايك لاخوك اللي بيكلمك ده، عشان عيب والله، يعني نحترم بعض شويه ونعمل لايك او سبسكرايب للفيديو اللي عجبك، وممكن تعمل ديسلايك وتنزل تشتم في الكومنتات براحتك يا صديقي، هارد لك مبدئيا ليك. ومبروك عزيزي مشجع ريال مدريد، هنحط على بعض في اسبانيا، ما عنديش اي مانع، بس حد يحط عليه غيرنا؟ لا يا صديقي. وبعدين لو ليفربول تحديدا ما ينفعش احط عليه خالص. ما تنساش تعمل لايك معلش.